أنا جاي بالنيابة عن دولة رئيس الوزراء بافتتاح هذا المنفذ التجاري الهام اللي هو سيفوكو في حي الأسمرات من مجموعة الفطيم. ومجموعة الفطيم لها استثمارات كبيرة جدا في جمهورية مصر العربية وخاصة في التجارة الداخلية وتجارة التجزئة. ما يميز هذا المتجر إنه هو بيتعامل في البيع بالجملة وبيع بنص جملة والبيع اللي بنسميه القطاعي للأفراد، ولكن الميزة اللي فيه المساحة كبيرة جدا، المنتجات كتيرة، ففي حاجات تبقى موجودة مثلا 6 قطع في علبة، فيقول لك ثمن القطعة جوه العلبة لو خدت الستة بكذا، لو خدت قطعة لوحدها يبقى بكذا، وفي كلتا الحالتين الأسعار تنافسية لسبب إنه هو بيتعامل مع المصانع مباشرة وبالتالي بيشتري مباشر ثم بيعرض هنا زي ما انتم شايفين بناء على الاحتياجات اللي هم عايزينها. احنا النهارده بنفتتح احد المتاجر اللي تابعه لسلسله الفطيم وهي استثمارات اماراتيه على الاراضي المصريه. المتجر اللي احنا موجودين بصدده هنا يحمل العلامه التجاريه اسمها سوبيكو، وهي علامه تجاريه حديثه في المجتمع المصري. عدد فروعهم في على مستوى الجمهوريه 8 فروع، ان شاء الله بنهايه هذا العام هيوصلوا ل 30 فرع، وبنهايه 2030 هيوصلوا ل 130 فرع. قيمه استثماراته المباشره بتصل الى 35 مليون جنيه. قيمة البضاعة اللي موجودة النهاردة في مساحة بيعية تقدر ب 1700 متر 20 مليون جنيه. عدد فرص العمل المباشرة 40 فرصة عمل من أهالي المنطقة. فرص العمل غير المباشرة وهي ما يتعلق بالخدمات اللوجستية بتصل إلى 1000 فرصة عمل مباشرة. التخفيضات من 15 إلى 30% فيها السلع الأساسية سواء كانت الزيوت، السكر، الرز، المكرونة، الدقيق، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية. 10 على 10.